السلام عليكم اعزائي، ان شاء الله تكونوا في افضل حال. مرحبا بكم في فيديو جديد ومعكم شيماء بوتيري. فيديو ديالنا ديال اليوم بعد ما دوزنا، يعني احنا في الاسدس جديد في السنه الدراسيه، تقريبا دوزنا شهرين، القاو باللي كاينين بعض الوليدات اللي عندهم مشاكل في الارقام، مشاكل في الحروف، مشاكل حتى في الحساب وفي اشياء اللي اخرى في المدرسه. هاد الوليدات غالبا غادي يكونوا قل من 5 سنوات. هذا علاش قلت علاش لي ما نديرش ليهم يعني طرق اللي هي ممتعة للدراسة بشي أشياء اللي هي بسيطة واللي ما غاديش تكون مكلفة، يعني اللي يقدروا يتعلموا بها الأرقام، التواريخ، يتعلموا الحروف وأشياء أخرى. هاد الشيء تقدروا يعني تخدموه معاهم في ورشاتكم المنزلية أو تصوبوهم بوحدكم وتعطيهم ليهم على شكل هدية. فبقوا معي حتى الأخير باش تشوفوا كيفاش قدرت أنني نصوب مجموعة من الأشياء اللي هي بسيطة. اول حاجه اعزائي غادي ناخذ ملفين بلونين مختلفين. هنا اختاريت الوردي والازرق، تقدروا تختاروا الوان اخرى، تقريبا كيدير درهم واحد. هنا عندي ورق مقوى في الابيض وعندي اوراق بيضاء عاديه وعندي حتى اوراق ملونه. بالنسبه لهذه الاوراق يعني الثمن ديالها كيدير من 8 درهم حتى 12 درهم في المكتبه. غادي ناخذ اعزائي مجموعه من الاشياء اللي انا صوبتها بوحدي في دوكيمون وورد. تقدروا تخلوا لي الجمال ديالكم وانا غادي نبعثهم لكم، اولا غادي تلقاهم اسفل الفيديو، يعني الا بيتو تخدموا بنفس الطريقه اللي خدمت بها انا اولا اختاروا طريقه اللي مناسبه. هنا غناخذوا ماركور حبه دا لو يكون ما كيحيدش، اكواب اللي هي بلاستيكيه، لصاق، مقص، مسطرة، قلم رصاص وقلم حبر. وتقدروا انه عندكم اشياء اخرى للتزيين تقدروا انكم تستخدموها. اول حاجه غادي ناخذ هنا الاحرف اللي عندي باللغه الفرنسيه، نحاول ندير بحال شكل يعني سحابه ونقطعها بالمقص. يعني دابا هي كتبقى مجرد افكار، نتوما تقدروا تبدعوا فيها اكثر، تقدر تجيكم افكار اخرى. هادو فقط طرق بسيطه اللي تخلي الوليد وهو هاز واحد الملف او هاز واحد الورقه تبان ليه مختلفه ماشي بالطريقه الاعتياديه. هنا غادي ناخذ 3 ديال الملفات باللون الازرق، غنحاول انني نقلب على وسط هذا الملف ونخلي الملفين الاخرين يجيو يعني واحد فوق من واحد، كانها واحد النافذه يعني تفتح وتغلق. غادي يكونوا عندنا 3 ديال القطع يعني عندهم نفس الطول ونفس العرض باش يكون داكشي يعني مقاد. كيف ما قلت لكم هذه مجرد اشكال، مجرد اختيارات، تقدروا ديروا بطريقه اللي هي مناسباكم. كيف ما كتشوفوا في الصوره غادي نحاول انني نجعل الملفات يعني عندها نفس الطول ونفس العرض. غادي يكونوا عندنا 3 باش نقدروا نلصقوا الحروف باللغه الفرنسيه. نفس الشيء درتو للغه العربيه، غير هو باش ما يجيش الفيديو طويل يعني طويل بزاف، قلت علاش لي ما نديرش لكم فقط الحروف بالفرنسيه، هما اللي يوريكم الطريقه ديال كيفاش صوبتهم. بالنسبه للصاق انا هنا استعملت فقط اللصاق المائي، تقدروا تستخدموا ستيك يعني على حساب اللي بغيتو. حتى اللصاق المائي حتى هو لصق ليا مزيان، غير هو ما تكثروش منه يعني ديروا غير شويه شويه. بالنسبه لهادشي كامل ما غاديش يكون الثمن ديالو مكلف، يمكن قل من 50 درهم، وشي حاجه اللي كتكون بسيطه ومبدله. ولا كانوا عندكم يعني اوراق ديجا في المنزل او مثلا ملفات غادي يكون احسن. انا بالنسبه لي الملفات كنشريهم في الاول ديال العام، تقريبا عندي من السنه الماضيه عندي مجموعه يمكن فيها اكثر من 100 ملف هي اللي كنشتغل بها، تقريبا دابا سنتين وباقي فيها يعني مازال ما سالاتش. وكيكون الثمن ديالهم رخاص، بحال كيتباعوا غير بنصف درهم للواحد. غادي نكمل بهذه الطريقه هذه باش نحاول انني نصوب بحال شكل نافذه اللي تولي تحل وتسد باش نلقاو الوسط ديالها هاد الاحرف. كيف ما قلت لكم هنا استخدمت اللصاق المائي لانه هو اللي كان متوفر عندي ديك الساعه. هنا غادي ناخذ هاد الشرائط اللي هي ماشي بلاستيكيه وانما هي على شكل ثوب، تقريبا كيدير درهم واحد للمتر. انا هنايا كنت شريتها من عندي يعني مول الجمله،
تقريبا تكون 3 دراهم او 4 دراهم، وتكون فيه اكثر من 10 مترو. غادي تقلبوها، خاص ضروري تقلب باش لاصون يجي في الواجهة يجي مقاد، يعني غتقلبوه في الاول ومن بعد راه غادي يجي مقاد. حاولوا انكم قبل ما تلصقوا حتى تشوفوا واش جا يعني باين او لا. لا هنا راني لصقته اسفل من الورقة اللي غادي تكون الوسط باش هكا نقدر نسد عليه، وراه غادي نقلبهم بجوج باش نقدروا نسدو ونحلو الورقة ديالنا. هنا راني لصقت الورقة اللي فيها الاحرف، انا هاد الاحرف اختاريتهم يعني بحجم كبير اللي يكونوا واضحين وباينين اكثر. كيف ما قلت لكم هاد الشرائط راها مصوبه من الثوب ماشي بلاستيكيه، الا كانت عندكم بلاستيكيه تقدروا تستخدموها. هنا اختاريت هاد الشرائط هادو. من بعد غادي نحاول انني نزين الورقه ديالي او الشكل ديالي. هنا اختاريت اللون البرتقالي لانه كيجيني البرتقالي كيجي مع الازرق بشكل زوين. هنا حاولت انني نقطعهم على شكل يعني قلب، وكل قلب نوضع فيه بعض الاحرف باللغه الفرنسيه، ومن بعد حتى هما راه غادي نلصقهم باللصاق المائي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى ندير مجموعه من يعني قلب موزع على هذا الملف. تقدروا تستخدموا الوان اخرى، يعني كيف ما قلت لكم تبقى اختياري، او لا تكتبوهم نتوما بالفاتر، او لا هما يكتبوا الحروف اللي بغاو اللي كيعجبوهم يكتبوهم على ظهر ديال هذا الملف او حتى على الواجهه. هنا اختاريت هاد السقلي، ما عرفتش شنو كنسميه باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه. هادو يعني شريتهم غير بدرهم واحد، وما فقط للتزيين. كيكونوا عند الناس اللي كيبيعوا الميك اب او اللي كيبيعوا الاشياء اللي كنستخدموهم في الشعر ديالنا كيدير درهم واحد. اختاروا الوان مختلفه لانه هذا رقيق بزاف، كاين شكل اخر اللي كيتباع عند دروغري كيكون غليظ، هذا احسن يكون بهذا الشكل. هنا غادي ناخذ الارقام ديالي، هادو الارقام باللغه الفرنسيه، واسفل كل من رقم مكتوب باللغه الفرنسيه باش الوليد او البنيه يبقى عاقل عليهم اكثر. غادي هنا درت من 0 حتى 10، الا بيتو تزيدوا من 10 حتى 100 او تقدروا ديروا العشرات بوحديتهم راه تقدروا انكم ديروها. بالنسبه لهنا غادي نحاول انني نقطع يعني 11 ورقه يعني بنفس الطول وبنفس العرض، ومن بعد غادي نقطعها على شكل سحابه. غادي تشوفوا معايا الطريقه. هنايا خاص ضروري 11 قطعه لان الصفر هو 11 حيت حاسبه حتى هويا. كيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا ارقام اخرى ولا تحتفظوا غير بهادو. كنظن ان الوليدات اللي صغارين مثلا 3 سنوات يحتاجوا غير من 0 حتى 10 يكون عليهم اسهل. من بعد زيدوهم ارقام اخرين بشويه بشويه حتى يتعلموا. المهم في هادشي كامل هو ان الوليد ولا البنيه يحشي شويه بالمتعه في القرايه، ما يحسش ان القرايه راه واجبه عليه او لانها شي حاجه ثقيله عليه. يحاول دائما يلقى اشياء اللي هي بسيطه واشياء اللي هي مغايره على عكس داكشي اللي كيشوف في المدرسه او العكس على داكشي اللي معتاد عليه. هكا غادي يعجبو الحال باش انه يقرا ويعجبو الحال باش انه يخدم. نفس الشيء الوليدات اللي هما تقراو من الاول حتى الثالث ابتدائي وعندهم مشاكل في الدراسه، دائما حاولوا انكم تقلبوا لهم على اشياء اللي هي ممتعه، اشياء اللي هي بسيطه واللي يبغي هو بوحده يمشي يقلب عليها. ما يمكنش واحد يقول لي لا ما كايناش هذه الطريقه ولا ما كاينش هذا الشيء، لا كاين، غير حاولوا ديروا مجهود شي شويه مع وليداتكم، ردوا لهم البال لانه هما محتاجينكم بزاف بزاف. هنا غادي نحاول نلصق الارقام ديالي بهذا الشكل هذا. نحترم الترتيب اكيد، وراه كيف ما كتشوفوا كل رقم راه عنده شكل معين، ديري ليه يعني عينين وديري ليه فم باش هكا يكون شي شويه ممتع، يكون شي شويه مغاير على الارقام اللي كنشوفوهم دائما. غادي نكمل بنفس هذه الطريقه، ومن بعد راه غادي نحتاج يعني شريط اللي هو
ديال التوب بحال كيف ما درت في يعني من قبل، غير هو هاد الشريط غادي يكون عنده لون مغاير. بالنسبة لهاد الأشرطة هنا عندنا في أسفي، راه كنشريهم من عند مالين الجملة، يعني ما كنشريهمش من عند اللي كيبيع العقيق وهذا، لا كنشريه من عند السيد اللي كيبيع بالجملة، يعني داك السيد اللي عنده محل كبير هو اللي كنقدر ناخذ من عنده، لأنه كيبيع ليا بزاف ديال الحوايج بثمن اللي هو أقل. بالنسبة لهذا الشكل يعني من غير سحابة أو من غير هذا، تقدروا تستخدموا أشكال أخرى، مثلا مربع، مثلا معين، وفي نفس الوقت يتعلم معكم المربع والمعين وحتى المستطيل، أو لا تقدروا تديروها في أشكال أخرى. هنا غادي ناخد هذا الشكل، هذا لاسون، هذا غادي نخلي الأول شي شوية غادي نتني باش منه نقدر نعلقه مثلا في الباب أو في الثلاجة، غادي تكون واحد تنية صغيرة باش هي الاولى، يعني في الرقم صفر او لا في الرقم واحد. هنا يعني ما وريتهاش لكم في الفيديو، فاش كنت كندير كل بلاصه ليها هذاك لاصون كندير عليه ورقه بيضاء، لان الورق البيضاء مع هذا اللصاق المائي ما غاديش تحيد. بالنسبه للحساب غادي ناخذ اكواب غادي نكتبوا فيها من واحد حتى لتسعه، وكاين الصفر يعني من صفر حتى لتسعة، غادي نكتبها على ثلاثة ديال الخطرات. وغادي ناخد كوب آخر اللي نقدر ندير فيه الزائد والناقص والضرب وحتى تساوي، وهكا غادي تبدأ يدير واحد زائد واحد تساوي، أو واحد زائد اثنان تساوي. وغناخدو كوب آخر اللي نكتبو فيه تاني من صفر حتى لتسعة، وناخدو كوب آخر حتى هو من صفر حتى تسعة، على حساب هذوك الاعداد واش بغيتهم يكونوا اعداد اللي هي زوجيه او الاعداد اللي هي فرديه او الاعداد اللي فيها اعداد اللي فيها المئات، تبقى على حساب الوليد ولا البنيه فاش كيقرا. ما الا كانوا مازالين صغار خدموا لهم غير واحد زائد واحد تساوي مثلا تسعة، على واحد زائد واحد تساوي خمسة. هنا خاصكم تقلبوهم لانه انا في الكاميرا كيبانوا عندي بالعكس، سبقوا دائما الواحد هو الاول عاد كملوا العمليه ديال الضرب او العمليه ديال الجمع او حتى الطرح. بهذه الطريقه هو راه غير فاش يكون جالس مثلا كيلعب تقدروا تقول ليه ها انت حسب مثلا هذا الحساب بما يطيب الغداء ولا بما توصل المدرسه ولا شحال. كيف ما قلت لكم الماركتور خاصو يكون ما كيحيدش باش ما يبقاوش يتمسحوا لكم هذه الارقام، كتجي بهذه الطريقه. هذه طريقه جد سهله. الا جاوكم الاكواب كيتسلتوا دغيا تقدروا ديروه ما بين كل كوب وكوب يعني وريقات او شي حاجه بحال هكا. هنايا غادي ناخذوا الايام، هنا عندي من الاثنين حتى الاحد. تقدروا ديروا حتى باللغه الفرنسيه، راه انا درتها غير ما بيش نصورها لكم في الفيديو. هنا غادي نبدا لكم بالايام ديال الاسبوع بالعربيه. هادو عندهم شكل مغاير وفي نفس الوقت عندهم الوان، يعني يقدر يتعلم الالوان ويتعلم حتى الايام. هنا غادي ناخد اوراق اللي هي مقوى، الا ما بغيتوش تشريو يعني باكيه تقدروا تشريو ورقه واحده، كنظن كدير واحد 4 دريال او 10 دريال نصف درهم، كيتباع عند الناس اللي عندهم مكتبات او لا سيبر اللي كيكون عندكم في الحي. حتى الاوراق البيضاء مثلا كتعطيه درهم واحد كيعطيك مجموعه من الاوراق، او لا جوج درهم كيعطيك فيها بزاف ديال الاوراق، يعني الا بغى الواحد غير باش يقضي وصافي. دائما كاين الحل، كون على يقين دائما غنلقى لكم شي تخريجه. هنا غادي نحاول انني ندير الايام بهذا الشكل، بداوها بالاحد احسن حيتاش كنقول الاحد الاثنين، وما بين كل واحد واحد حاولوا انكم تنيوهم باش فاش نبغوا نحلوهم يجوا بحال التدريج، يعني بحال شي درجه باش يتجمعوا كاملين في بره واحده ولا يتجمعوا كاملين في حاجه واحده بحال هذا الشكل. هذا نفس الشيء درته للغه الفرنسيه. هنا راه زدت يعني راه غادي نحتاج تقريبا ورقتين في المقوى او ورقه واحده، ورقه واحده على ما اعتقد، وغادي نخليهم بهذا الشكل. هذا هادو راه يبقاو عندكم يعني دائما الا نتوما حافظتوا عليهم، لانهم انا مازال عندي كنخدم بهم حتى عند الوليدات اللي عندي يعني اللي كندير معاهم المراجعه، حتى هما مازال كنشتغلوا بهم يعني باقين هما هما. كاينه طريقه اخرى واللي هي تاخذوا حروف يعني حرف وتحت الاسفل ديالو يكون مثلا مثلا الف ارنب، مثلا
مثلا شي حاجة باللغة العربية، السي شوفال، تقلبوا على شوفال وراح والحرف أ، وكل السي مثلا وكل كلمة تحس منها الصورة ديالها أو لا شي حاجة اللي قريبة لها، باش هكا يبقى عاقل حتى هي ديروها من أ حتى الزد، غادي تكون طريقة اللي هي زوينة، وغادي الوليد او البنية غادي تعجبو انه دائما يقلب عليهم، ودائما حاولوا تجيبوا شي حاجة اللي هي جديدة بالنسبة لهذا الشيء، ما تحاولوش تجبدوهم كاملين دقة واحدة، لانها غادي تولي شي حاجة اللي هي مملة وما غاديش يبقى يقرا. كل مرة نخدم معاه حاجة، كل مرة نوري حاجة جديدة، دائما كيولي يتسنى، دائما كيولي يتسنى بلي راه غادي تكون شي حاجه جديده. هنا من بعد انا حيت غنصاوبهم على شكل هديه، درت لهم لاسون وكتبت فيهم الايام باللغه العربيه باش نولي نعرف اش من وحده غادي نشتغل عليها. هنا اختاريت فصول السنه بالعربيه وحتى هما بالفرنسيه. بالنسبه هنا للضو كيتبدل، لان عندي اوراق كلها بيضاء كنشتغل عليها، داكشي علاش اللون الابيض كيولي مشع بزاف مع الكاميرا وحتى مع الشمس. غادي ناخد هنايا الفصول السنة باللغة الفرنسية، وعندي حتى باللغة العربية. هذوك الأوراق هما أوراق مقوى ماشي أوراق بيضاء، لأن الأوراق بيضاء البيضاء دغيا غادي تنا، اللهم نستخدم أوراق اللي هي مقوى. غادي نلصق كل واحدة بوحدها ونحترم الترتيب كيف ما كنقريوهم لهم في المدرسة. غادي نحاول انني نلصق كل ورقة مع ورقة. حاول انكم تحترموا الترتيب. غادي نوريكم انه في اخر ورقة غادي نزيد شي شوية ديال الاوراق مقوى باش يعطيني واحد الحجم كبير، ما يجيش حجم اللي هو صغير بزاف. هنا غادي ناخد ورق ملون بالاسود، غادي نقطعه على قد الاوراق اللي عندي. هنا حاولت ارسم يعني فصل الصيف. بالنسبة للورقة الاخرى صوبت فيها فصل الشتاء. هنا راه خدمت فقط بالكوريكتور كيدير 5 دراهم او 4 ديال الدراهم. كنحاول دائما في ما نصوبش الفيديو نقول لكم الاثمنة باش تعرفوهم. هاد الحاجة راه انتم ماشي مطالبين باش انكم ديروها، هي فقط مجرد افكار، مجرد شي حاجات اللي هي مبدلة. الا كنتم من الناس اللي كيعجبكم تخدموا مع وليداتكم ورشات، كتبوا تعطيهم وقت، كتبوا تحببوهم في القراية، هادو افكار بسيطة راه غادي تعاونكم بزاف. هنا غادي ناخدو الشهور الهجرية تقريبا عند الوليدات اللي كيقراو في الثاني ابتدائي، وكنت كنلقى معاهم مشكل بزاف باش انهم يحفظوهم. تقدروا تخدموهم بهذه الطريقة هذه، او لا تقدروا تديروا مجموعة من الاوراق اللي هي تكون يا اما في ملف او مقوى، وتعطيهم لهم مرة مرة يحاول انهم يرتبوهم حتى في الشهور الميلادية. هنا غادي نحاول ناخد يعني نصوب بحال انفلوب صغير ويكون مفتوح. اختاريت اللون الوردي واللون الازرق. غادي ناخد ملفين، يعني غناخد ملف غناخد ملف وردي وملف اللي هو ازرق، وغادي نحاول انني نلصق فيهم ورقة
اللي هي بيضاء اللي نحاول انني نلصق هادو. بالنسبة يا اما استخدموا ورقة بيضاء او استخدموا ورق مقوى. الا ما بغيتوش تلصقوهم بنفس الطريقة اللي غنخدم بها انا، تقدروا انكم تحطوهم في واحد العلبة ومرة مرة يجبد لكم الوليد او البنية يجبد لكم وحدة ويحاول انه يرتبهم. هنا انا غادي ناخد يعني 3 في كل صف بما يعادل 6 في كل ورقة واللي هي 12 بهذا الشكل هذا، وراني لصقتهم. من بعد باش نلقى من نقدر انني نهزهم غادي ندير ليهم اوراق اللي هي مقوى مختلفه الالوان، غادي نحاول انني نلصقهم وندير لهم بلاصون من نقدر انني نهزهم او من نقدر انني نعلقهم باش يجيو بحال شكل واحد الساك. حتى في الحروف اللي حتى في الارقام اللي درت حتى هما راه عندي كيتعلقوا، يعني تقدر تعلقيهم في الثلاجه او لا تعلقيهم في شي بلاصه او حتى في النافذه ديال الغرفه ديالو تكون داخل حتى في التزيين. ها هو لاصون اللي قلت لكم، غادي نحاول نقطع منه شويه ونديرو في الاسفل وغادي نلصق عليه الورقه بيضاء. الاوراق البيضاء راها كتموت مع هاد اللصقه ديال الماء، ما كتبقاش حيد، الا مشيتي حتى حيدتيها غادي غير تشرق الملف. زوينه بزاف اللصقه ديال الماء اللي يقدر يخدم به الواحد، غير هو ما تكثروش منها بزاف باش ما تشرقش لكم الورقه، وفي نفس الوقت باش ما تجيش هكا مبينه بحال برقعة. غادي ناخدو هنايا الشهور اللي هي الميلادية، تا هما غادي ندير ليهم نقطعهم وغادي نحاول انني نديرهم في اوراق اللي هي مقوى اللي هي ملونة، ومن هاني تنتعلمو الالوان، يعني يكون الاحمر الاصفر الوردي الازرق الاسود بزاف ديال الالوان، اتاخدهم حتى هما بنفس الحجم كيف ما درت انا. تقدروا انكم تكرروا الالوان ماشي مشكل، غير هو وراء كل ورقه حاولوا انكم تكتبوا رقم ديال الشهر، يعني شحال هو في الشهر باش حتى لما بقاش عاقل يقلب فقط الورقه ويعرف الترتيب ديالو واش هي الشهر الاول الثاني الثالث او لا 12. غادي نلصقهم في الاخر ديال هاد الاوراق المقوى، وفي الاخير انا جمعتهم درت انفلوب يعني صوبشو باوراق بيضاء هو اللي كنجمع فيه دابا هاد التواريخ. راه مازال عندي، تقدروا ديروا نفس الشيء في اللغه الفرنسيه. اي حاجه كتشوفوا فيها وليداتكم ناقصين ولا ما كيبغيوش يقراوها او لا شي حاجه هكا، حاولوا انكم تلقاو ليها حل بشكل ابداعي بشكل بسيط بشكل اللي محبب باش هكا يقدروا انكم يخدموا بها. هنا غادي نشوفوا الوليدات اللي كيقراو مثلا في الاول والثاني والثالث كيفاش نقدروا نعلموهم يكونوا جمل مفيده. غادي ناخذ كلمات وغناخذ افعال وغناخذ اسماء وغادي ناخذ كذلك وسائل ديال الربط. غادي ناخذ 4 ديال الالوان مثلا الاصفر والازرق والوردي ولون اخر، وغادي نكتب واحد في غير الافعال واحد في غير الفاعل وواحد في مثلا المفعول به او لا في الاسماء، ونحاول انني نطلب منه يكون لي جمل مثلا ذهب الولد الى المدرسة او لأكل الولد التفاحة او مثلا حتى بالفرنسية اي جمل يقدر يكونهم، يعني بمجموعة من الكلمات والافعال وحتى وسائل الربط باش هكايا يتعلم يكون جمل اللي هي مفيدة ويكون جمل اللي هي بسيطة وسهلة بخصوص الوليدات اللي هما مازالين صغار. الا ما بغيتوش ديروهم في هاد الاكواب خفتوهم يتوضروا بالساهل، تقدروا ديروهم يعني في علب اللي كتكون كتغلق. هنا هذا فقط انا دايرهم غير للتزيين على شكل هديه، غادي نستخدمهم بهذه الطريقه هذه. الاول فاش شفتهم تيبانوا بحال غادي ندير فيهم الجبن ولا غادي ندير فيهم الزبده ولا غنديروا فيهم الريب بالطريقه باش مصاوبين. ما حاب هذا لو انهم يكونوا علب كيتسدوا باش هذوك البواطات ما يتوضروش ليهم. وغادي يكون هذا هو الشكل النهائي. نتمنى